خلاص ماشي قشطه، هخلص بس كده تصميم سريع كده واجيلك. خلاص ورينا يا ابني علينا ايه كده النهارده، ايه الصوره الغريبه دي، مين اللي رسمها؟ انا 15 سنه المفروض بقى ان انا اظبط الصوره دي واخليها حلوه. لا بس شايف الفن فاهم يعني، حتى من صغري وانا فنان شايف الالوان. خلينا نشوف حلقه النهارده ازاي هنحول الصوره دي لتصميم المشهد ده، غير كلام كتير يلا بينا نخش في التصميم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، ربنا بخير وبسعاده، انا محمد علي ودي قناه نور ديزاين. بص بقى يا سيدي، انا غصت في اعماق الديب ويب وجبت لك الرسمه دي من 15 سنه تقريبا، فقررت ان المسابقه بتاعت الاسبوع ده هي اننا نحول الصوره دي لمشهد تاني بقى بالوان وجرافيكس، ولكن بشرط واحد، ان التصميم النهائي يكون اخد نفس الروح ونفس تقريبا العناصر اللي في التصميم ده. صعبه شويه انا عارف، ولكن انتوا ابدعتوا جدا في المسابقه دي على جروب نور ديزاينز. للي ما عرفش احنا بنتكلم في ايه بقى، انا بشكل اسبوعي بحط مسابقه على جروب نور ديزاينز على شكل شويه صور كده، وانتوا بتركبوهم مع بعض عشان نطور مهاراتنا في دمج الصور بالفوتوشوب وكده. طبعا لينك الجروب هتلاقوه في الديسكريبشن، تقدر ان انت تشترك معانا، ودي حاجه بتحمسني وبتطورني انا شخصيا قبل اي حد. طولت عليكم في الكلام، يلا بينا نخش في التصميم. طب يا شباب، دي الصوره العبقريه اللي المفروض هنشتغل عليها النهارده. انا اول ما هشوف صوره زي دي وانا عاوز اعمل تصميم بنفس الروح بتاعتها، هبتدي افصص العناصر. هي صوره بسيطه ولكن هي بتقول لي ايه، بتقول لي مشهد غروب لازم الشمس تكون ظاهره فيه، الغيوم تكون لونها بنفسجيه زي ما انا عاملها كده، ويكون في على الجنب نخله، انا تقريبا لسه كنت متعلم ارسم نخله جديد يعني، ويكون الفيل هو السوبر هيرو بتاعنا في التصميم. خلوني اشوف بقى الصور دي انا ترجمتها الديزاين عامل ازاي. ده المشهد النهائي اللي طلع لي في الاخر، نفس الشمس اللي طالعه كده من ورا الفيل، والفيل بس انا خليته بزاويه شويه انترستنج لان اللي هو كان بالجنب كده حسيتها ممله جدا يعني، والسهول اللي من ورا والسماء البنفسجيه وشويه بقى تاتشات بقى عشان يبقى ارت وورك ليه لمسه فنيه، ولكن العناصر الاساسيه اهم حاجه موجوده. خلينا بقى نشوف انا عملت الكلام ده ازاي. قبل ما نبدا في الشرح التفصيلي، حابب افكرك ان كورس تعلم تصميمات الاعلانات والسوشيال ميديا عن طريق الفوتو مانيبيوليشن بقى متاح دلوقتي، تقدر ان انت تشتريه من خلال اللينك موجود في الديسكريبشن. في الكورس ده اتكلمنا بالتفصيل عن ازاي تعمل تصميمات سوشيال ميديا ناجحه تسويقيا وفنيا، فبالتالي اتكلمنا شويه عن التسويق، اتكلمنا عن البراندنج، اتكلمنا عن اساسيات التصميم الاكاديميه، اتكلمنا بعد كده ازاي تولد افكار وازاي تبحث عن الصور المناسبه للتصميمات بتاعتك، بعد كده دخلنا على تعقيدات الفوتو مانيبيوليشن ابتداء من يعني ايه كومبوزيشن ويعني ايه فوكال بوينت، وبعد كده ازاي ان انت تقص العناصر اللي صعب الفصل بتاعها شويه، وبعد كده اتكلمنا عن ازاي ان انت تعمل الضوء والظل، وازاي ان انت تعمل ريتاتشنج للصور الاشخاص وصور المنتجات، وازاي ان انت تعمل كلر ماتشنج وحاجات تانية كتيرة جدا هتفيدك جدا في الكورس. لينك للكورس في الديسكريبشن. خلونا نرجع للشرح بتاعنا. طيب اول حاجة هنبدأ بيها هي صورة السماء. عشان اختصر عليكم في عملية البحث عن الصور دي بتاخد وقت حلو يعني، بتاخد شوية وقت حلوين يعني، وممكن ما تلقاش برضو الصور المناسبة يعني، لان في ناس كتير بتسألني في الموضوع ده. فاول حاجة انا راعيتها ان انا اجيب صورة درامية للسماء لانها هتشكل جزء كبير من التصميم، ويكون فيها نفس درجات الالوان وده اللي احنا لقيناه، وكمان يكون الشمس ضربة فيها من تحت، فزي ما انتوا شايفين هتلقوا الهايلايتس موجودة من تحت كده، خلاص الهايلايتس مش من فوق، ده دليل ان الشمس مكانها هنا وضربة في السحاب كده، خلاص. فدي صورة كانت مناسبة جدا. خلونا نبدأ بيها بقى، هنشد الصورة كده، وده مقاس التصميم ده حوالي 1920x1080 اللي هو المقاس الفول اتش دي العادي. نبتدي نكبرها بالشكل ده، دوس انتر، بعد كده دوس كنترول جي كنترول تي، كليك يمين فليب هوريزونتال عشان احطها الناحية التانية ده بالشكل ده، وبعد كده هعمل ماسك من تحت من هنا، واجي بالسوفت راوندد براش الفرشه العاديه بتاعتي، وباللون الاسود ابتدي اني امسح في الحواف بالشكل ده. عظيم جدا، دي اول خطوه عملناها. الخطوه اللي بعد كده هي ان احنا نبتدي نجيب السهول او الارضيه بتاعه المكان اللي هيبقى واقف عليه الفيل. فانا لقيت الصوره دي مناسبه جدا، فهنبتدي ان احنا بس ممكن نمطها كده عادي جدا، لان هي مش هيبقى واضح فيها حاجه تضايقني لما امطها. ممكن انزل الهورايزون لاين او خط الافق بالشكل ده كده، ادوس انتر،
بعد كده عايز احدد صورة السحاب دي بشكل سريع. ممكن ان انا اقصها اعمل ماسك بالفرشة عادي، ولكن انا هنا هدوس سيلكت وادوس على سكاي. بالشكل ده البرنامج بيتعرف لي فين السماء في اللير اللي انت واقف عليها وبيعملها لي سيلكشن. بعد كده هدوس ماسك، بعد كده طبعا ادوس كنترول اي عشان اعكس الماسك، انا عايز الارض مش السماء، وهتطلع لي تتقص لي بالشكل ده. ممكن في شويه اجزاء هنا ما تحددتش بشكل كويس، فانا بالفرشه الفيدد هبتدي اني ارجعهم تاني. طبعا هنمشي بقى في الديزاين ده خطوه بخطوه، هندمج العناصر خطوه بخطوه، يعني مش هنحط العناصر كلها بعد كده ندمجهم مره واحده، لا هنمشي كل ما نحط عنصر ندمجه من على الخلفيه. فاول حاجه هندمجها هنا هي الصوره دي. اول حاجه الجزء اللي من ورا ده محتاج ان هو ياخد لون مختلف عن اللون الازرق اللي موجود، فهنعمل نيو لير وابتدي هعمل لها كليبنج ماسك، ادوس الت واعمل لها كليبنج ماسك، وابتدي اخد لون وليكن لون ده، وهقلل الفلو بتاع البراش 10% مثلا، وابتدي اني الون كده. ده ليه؟ عشان ادي الجزء البعيد ده نفس تدريجات الالوان اللي موجوده في السماء. انا باخد لون كده من السماء اللي هي الالوان الحاره شويه مش الالوان البارده. انا افتح الحته دي كمان، وزي ما انتم عارفين طبعا كل ما بتبعد في المسافه كل ما المفروض ان بيبقى فيه تاثير الضباب شويه كده. كده ممكن ان انا اعمل نيو لاير تانية واجي اخد لون كده ومن بعيد كده الون كده، وكمان اخلي البليندنج مود بتاع اللاير دي سكرين. عظيم جدا. تمام. النقطة اللي بعد كده هي الالوان بتاعت الزرع هنا، الالوان مش نفس الالوان بتاعت السماء، فعشان نعدل الالوان بتاعتها بكل بساطة هنعمل ايه؟ هاجي هعمل color balance adjustment layer من فوق من هنا، وابتدي هزود سن احمر وهزود الماجنتا وهزود الازرق سن بالشكل ده. بصوا الالوان كده بقت قريبة جدا للالوان بتاعت السماء. بصوا قبل وبصوا بعد. طبعا لازم اكون عامل كليبنج ماسك عشان التأثير بس يتطبق لي على اللير من تحت. بصوا قبل، بصوا بعد، بصوا قبل وبعد كده. بشكل كبير دمجنا الجزء ده. هنبتدي بقى، انا سبت هنسيب جزء من تحت كده في الزرع عشان ده هنعمل عليه المية اللي انتوا شفتوها. تأثير المية ده على فكرة انت ممكن تستصعبه، ولكن استنى معايا للاخر هتلقى الموضوع سهل جدا واري لك عملته ازاي بكل سهولة. فانا اول حاجة خالص هبتدي اني اشيل بس جزء من تحت من هنا. بكل بساطة هشيل الجزء ده عن طريق ان انا هجيب الفرشة العادية، دوس كليك يمين اجيب الفرشة الهارد ايدجز وابتدي ان انا اكبرها، وباللون الاسود هبتدي اني اشيل كده الجزء ده. عظيم جدا. النقطة اللي بعد كده هنبتدي بقى نجيب الجبال اللي موجودة في الخلفية عندي. هجيب الصورة بتاعتها كده واشدها، وهحدد السماء بتاعتها بنفس الطريقة اللي حددناها قبل كده. هدوس سيلكت وبعد كده ادوس سكاي، وبعد كده ادوس كنترول شيفت اي، وبعد كده اعمل ماسك عشان امسح بس الجزء بتاع السماء، وابتدي ان انا امسح بقى بالفرشه بتاعتي الفرشه الفيدد، امسح الحواف اللي من تحت. هاخد نفس اللاير دي هدوس كنترول تي كليك يمين، اكيد انت عرفته فليب هوريزونتال، لازم اعمل لها دوبليكيت، كنترول جي كنترول تي كليك يمين فليب هوريزونتال، واحطها الناحيه التانية. هندمجها بقى بشكل سريع عن طريق ان احنا نضيف بقى الافكتس بتاعت الضباب وكده. فاول حاجه انا ادمج الاثنين لاير دول مع بعض، مش محتاجين ان احنا نخليهم منفصلين. وبعد كده هبتدي بقى اني ادمج اول حاجه الاضاءه. فهاجي هجيب ليفلز ادجستمنت لاير ادمج الاضاءه بتاعتها، لان زي ما انتم عارفين كل ما الاجسام بعدت كل ما بقت باهته ما فيهاش كونتراست. هنا الصوره فيها كونتراست، فعشان نقلل الكونتراست هعمل ليفلز ادجستمنت لاير وابتدي بقى اني اقلل كده. بصوا خليناها فيدد ازاي عشان تبقى تحس ان هي بعيدة شوية. هضيف لها برضو color balance layer، وابتدي بقى نديلها نفس درجات الالوان بتاعت السماء اللي في الخلفية. وبعد كده هعمل layer تانية، هاخد بقى من الالوان بتاعت التراب او من الوان السماء ممكن، وابتدي اني اعمل هيزنج لاير كده من تحت. ممكن ان انا اقلل الفلو بتاع البراش ده، بيوصل لك احساس ان الجبال دي بعيدة شوية. خلينا بقى نرجع للجزء الاساسي معانا، وهو العنصر الاساسي الفيل. وانا هنا هبتدي احط العنصر الفيل نفسه قبل ما احط الجزء بتاع الشمس وكده، عشان اعرف الاماكن هتبقى عاملة ازاي بالظبط يعني.
فهاجي هجيب صورة الفيل بتاعتنا. من هنا انا اخترت الصورة دي، انا حسيت ان هي مناسبة والزاوية بتاعتها مناسبة، كمان الطيور اللي فوق راس الفيل تحس ان هي مديلك شوية فيلينج كده ارتستيك. هحدد صورة الفيل بالبنتول، كنت شرحت لها فيديو كامل على التشانل هنا، هسيبه لكم في الديسكريبشن او في الايلة تظهر، ولكن انا هنا هحددها بشكل سريع ونرجع لكم تاني. انا هنا هكبر حجم الفيل شوية عشان ياخد العين، وبعد كده هحط صورة شخص من تحت في الجزء اللي من تحت هنا، في الجزء ده كده يكون صغير. ده ليه؟ ده هيديلي احساس بالاحجام، لان حجم الراجل هيبقى صغير جدا، فبالتالي حجم الفيل ضخم جدا، ودي حاجة يعني شوية فنية مش واقعية يعني، ولكن دي هتوصل احساس حلو في التصميم يعني. طيب هنبتدي بقى، يعني حطينا صورة الفيل هنا. الجزئية اللي بعد كده هنبتدي ندمج الالوان بتاعته بشكل سريع برضو، عن طريق هنعمل color balance adjustment layer، وهندلها سنة احمر، طبعا لازم نكون عاملين clipping mask، سنة بنفسجي وسنة ازرق الشكل ده. سو قبل بعد قبل بعد، وبعد كده هنعمل levels adjustment layer عشان ندمج الاضاءة. الاضاءة انا حاسس اضاءة الفيل عالية جدا، فنبتدي ان احنا اول حاجة نعلي السودات ونغمق الصورة بتاعت الفيل بشكل كده لحد ما، وبعد كده ممكن اجي بالماسك اكبر البروش بتاعتي واجي امسح كده من فوق او في الاجزاء اللي هي المفروض وصل لها اضاءة يعني من السماء وكده. تمام، هي لسه مش اكتر حاجة واقعية، ولكن دي نقطة البداية اللي هنبتدي منها يعني. النقطة اللي بعد كده انا حاسس الجزء بتاع السماء ده محتاج اضافة شوية، فانا هاجي هعمل نيو لير واجي باللون البنفسجي، هبتدي اكبر البروش بتاعتي. النقطة اللي بعد كده هنجيب الاجزاء بتاعت النخل. اول حاجة هجيب الصورة الاول بس كده احطها في المكان المظبوط بتاعها، اللي هو فين خط الافق بتاع الصورة دي والصورة دي، ونطبقهم على بعض. فاحنا دلوقتي عايزين بقى نقص الجزء بتاع النخل ده. هنقصه ازاي؟ في الصور اللي زي كده انا بفضل ان احنا نستخدم التشانلز. طب ازاي هنقص الكلام ده؟ كنا شرحنا ازاي تستخدم التشانلز في القص في فيديو قبل كده في قص الشعر، هسيبه لكم برده في الديسكريبشن، ولكن هنا انا هقوله لكم بشكل سريع. انا باجي في التشانلز وبقلب بشوف انهي تشانل فيها كونتراست كبير ما بين الصوره اللي احنا عايزين نقصها اللي هي النخله وما بين الخلفيه بتاعتها، فاعتقد التشانل البلو دي اكتر شانل فيها فرق. فهبتدي ان انا اعمل منها نسخة، دوس كليك يمين ودوس دوبليكيت شانل، وبعد كده دوس اوكي، وابتدي احاول ان يكون الجزء اللي انا عايز اقصه بالاسود تماما. طب هعمل ده كده ازاي؟ عن طريق ان انا هدوس كنترول ال، خلاص، وكده اتحكم بقى في الكونتراست بتاعي. ابتدي ان انا اجيب الاسود كده شوية، الابيض شوية، وهكذا لغاية ما اوصل لان يكون الفرق ما بين الحاجتين اللي انا عايز اقصهم ابيض واسود، كويس. وفي نفس الوقت برضو مش عايزينه يزيد قوي عشان الاجزاء بتاعت النخل ما تحسش ان هي فيها مشكلة يعني في القص. وعشان بقى ابتدي اني امسح الاجزاء اللي اتحددت وانا مش عايزها تتحدد، هبتدي اني اخلي البرش بتاعتي ابيض واسود، هغير بليندنج مود بتاعها من فوق الاوفرلي. فده بيخلي لي ايه؟ ده بيخليني لو جبت مثلا اللون الابيض هنا ولونت مش هيلون على الاجزاء السودا. بصوا، لان هنا ببساطة المود بتاع اوفرلي هو بيزق الرمادي، اللون الرمادي او اللي هو درجات الرمادي، لو هي قريبة للاسود فيخليها اسود، لو هي قريبة للابيض فيخليها ابيض او ما يأثرش عليه. فانا هنا هبتدي اني احاول بقى احدد الجزء ده، وهبتدي ان انا الون كده بالاسود في الاجزاء اللي انا مش عاوزها او اللي عاوزها معايا في التحديد، ممكن ايا كانت يعني. وبعد كده بعكس الماسك، فهبتدي اني الون في كل الاجزاء دي كده، الاجزاء دي المفروض ان انا عاوزها معايا في التحديد. ممكن بعد كده ارجع بقى اخلي البليندنج مود بتاعي نورمال، وابتدي بقى الون بالاسود في الاجزاء دي. عظيم جدا كده، احنا خلينا تقريبا الاجزاء اللي احنا عاوزينها بالاسود واللي مش عاوزينها بالابيض. بعد كده بدوس كنترول على التشانل بتاعتي، وبرجع بقى لللايرز العاديه وبعمل ماسك. طبعا هنا اتحدد العكس، هدوس كنترول اي بس للماسك هيتحدد العكس. شايفين بقى التحديد بتاعي بقى عامل ازاي؟ شايفين الجزء بتاع النخل اتقص بشكل عامل ازاي؟ قدرنا ان احنا نفصل
الجزء بتاع الشجر من الخلفية، ده كان مستحيل ان احنا نفصله باي اداة تانية. يعني ممكن في شوية بقى اجزاء ما ظبطتش معانا في التحديد، فبكل بساطة هجيب بس البرش بتاعي وابتدي ان انا اشيلها. هنبتدي بقى نظبط بقى شوية الاجزاء اللي من تحت دي، وكده كده هنظبط احنا الترانزيشن ما بين الجزء ده وما بين الجزء بتاع الزرع. هوري لكم ازاي دلوقتي. ممكن ان انا اخد نفس اللير دي، ادوس الت واشد كده اللير، وبعد كده ادوس كنترول تي كليك يمين فليب هوريزونتال بالشكل ده كده. التلاقي ما بين الصخور وما بين الزرع همسحه عن طريق فرشه جراس او عشب. الفرشه دي بكل بساطه تقدر تحملها من موقع براش ايزي، هي بكل بساطه فرشه على شكل الزرع كده. فانا هبتدي طبعا لازم اعلي الفلو شويه، وهبتدي اني امسح في الاجزاء اللي من تحت كده على نفس شكل الفرشة، فهتحس ان الزرع هو اللي داخل في الجزء بتاع الاحجار اللي من تحت كده. نفس الكلام برضو اعمله الناحية التانية. عظيم جدا. هعمل نفس الكلام برضو ده على الجزء بتاع الفيل، نفس الكلام برضو هعمله على الجزء بتاع العشب من تحت من هنا. نبتدي الخطوة اللي بعد كده هي اننا ندمج شوية الالوان بتاعة الجزء بتاع النخل ده. فبكل بساطة انا هاجي اول حاجة هدمج الساتوريشن، حاسس الساتوريشن بتاع اللون الاخضر عالي قوي، فهاجي اعمل هيو ساتوريشن وابتدي اني ادوس على العلامة دي واجي على الالوان اللي انا عايز اقلل الساتوريشن بتاعها، اقللها بالشكل ده كده. ممكن ازود من هنا الاخضر معايا في التحديد، ان انا ابتدي اقلل الساتوريشن شويه وابتدي اني اغير اللون. طبعا لازم اكون عامل كليبنج ماسك لللير بتاعتي، وابتدي اني اغير التون بتاع اللون بتاعي شويه يبقى قريب للبنفسجي شويه. اقلل برضو الساتوريشن، احس الساتوريشن بتاعه عالي. بعد كده هاخد نفس اللير دي واحطها في اللير اللي فوق، اعملها كليبنج ماسك. ممكن ان انا اقلل الاوباسيتي شويه بتاعت التاثير ده، انا احس ان هو زاد قوي. وبعد كده هنبتدي بقى ان احنا نظبط الفاليوز او الاضاءة بتاعت الاتنين. خلينا نقلل اللايتنس بتاعت الجزء ده، فبكل بساطة هقلل بس الاسود شوية كده، وابتدي اني اغير اغمق في الصورة بتاعتي شوية لانها قريبة ومواجهة للشمس، فالمفروض ان الكاميرا اللي بتصور الكادر ده تشوفها غامقة شوية زي ما بتشوفوا في اي مشهد غروب. العناصر اللي بتبقى في عكس اتجاه الشمس بتبقى غامقه شويه، عشان كده لسه برضو الجزء بتاع الفيل ده محتاج ان هو يغمق شويه. فهنعمل ده عن طريق الليفلز، نبتدي ان احنا نغمقها شويه. لازم اكون عامل كليبنج ماسك. خلينا برضو نعدل شويه في الالوان بتاعه النخل عن طريق الكلر بالانس. فهعمل كلر بالانس ادجستمنت لير، وهبتدي هاجي في الشادوز وابتدي ان ازود سنه ازرق، سنه ماجنتا، وسنه احمر. هاخد نفس اللير دي ادوس دبل كيت احطها على اللير بتاعت النخل الناحيه التانية. نرجع بس لللير بتاعت الفيل ونزود لها برضو في الشادوز، نزود لها سنه ماجنتا وسنه احمر سنه ازرق عشان تندمج اكتر. هنجيب صورة الشخص دي، واجيب اداة السيلكت سبجكت تول، هحدد بس صورة الشخص كده، وابتدي اني اصغر صورة الشخص دي، احطها كده زي ما قلنا عشان يديني احساس بالسكيل ان صورة الشخص صغيرة جدا، اذا الفيل ضخم جدا. بعد كده هبتدي اني امسح بس الاجزاء اللي من تحت عن طريق نفس الفرشة اللي استخدمناها قبل كده. هبتدي اني الون كده عشان يبان ان الشخص نفسه بيتحرك في الاعشاب دي. وبعد كده هبتدي اني اديله ليفلز عشان اغمق شوية من اللير بتاعت الشخص بالشكل ده. وبعد كده كولر بالانس نفس اللي بنعمله في كل لير، كولر بالانس زود سنة الاحمر سنة الماجنتا وسنة الازرق. نبتدي بقى الشغل بتاعنا في الجزء اللي في الخلفية. طيب اول حاجه هنحطها في الخلفيه هو الشمس، اللير بتاعه الشمس. وانا لقيت ان الصوره دي هتكون مناسبه جدا للشكل اللي احنا عاوزينه، نحطها من ورا كده، هكبرها كده الاول بس، وبعد كده اغير البليندنج مود بتاعها للسكرين، بعد كده اعمل لها ماسك، دوس كنترول اي للماسك عشان امسحها تماما. بعد كده هرجع للبرش بتاعتي وابتدي بقى البرش اللي هي السوفت ايدجز العاديه، اكبرها شويه وابتدي اني الون باللون الابيض كده في الاجزاء بتاعتي بتاعت الشمس، اللير اللي فيها الشمس بالشكل ده كده.
وبعد كده ممكن بقى امسح بقى الاجزاء اللي مش عجباني او ممكن ان انا اكبرها. لما مسحنا الاجزاء الزياده انا حاسس ان هنا الالوان في فرق كبير ما بين الاضاءه بتاعه اللون الشمس، الاضاءه عاليه قوي واللي حواليها مش عالي زيها. فخلينا نحط سوليد كولر ادجستمنت لاير كده بلون وليكن برتقاني شويه محمر كده، ادوس اوكي. بعد كده اخلي البلندنج مود بتاعه وليكن اعتقد لايتن هيكون كويس، ماسك ادوس كنترول اي. بعد كده اجي بالفرشه السوفت ايدجز ابتدي اني الون كده. بصوا هيديني ترانزيشن كده حلو ما بين الاضاءه العاليه قوي وما بين الاضاءه البارده اللي هي في الحواف. خلينا بعد كده نروح بقى، احنا حطينا كده مصدر الاضاءه الاساسي، خلينا بقى نظبط بقى الاضاءات بتاعتنا اللي هتدي للتصميم الروح والحيويه بتاعته. اول حاجه هنعملها هي الشادو بتاع الفيل، المفروض يكون في شادو تحت اللير بتاعت الفيل، فهعملها بكل بساطه عن طريق ان انا اعمل ممكن مثلا عشان من باب التغيير هعمل اكسبوجر لير، فانا اعمل اكسبوجر لير وابتدي اني اغمق كده وازود كده شويه الاوفست بالشكل ده. ليه عملت اكسبوجر؟ لان الاكسبوجر لير ببساطه بتغمق لي البيكسلز بشكل معين كده، بيديني احساس ان هنا في شادو بس. فانا طبعا بس الجزء اللي من تحت ده انا هخليه باللون الاسود لان هو مزعج شويه للعين. تمام، نبتدي بقى نحط الشادو بتاعنا. انا بقلل الفلو بتاع البراش وابتدي اني ارسم الشادو. الجزء اللي ما بين الرجلين ده المفروض مش هيكون مظلم، فنوره كده وهنبتدي ان احنا نرمي الشادو بتاع الفيل بالشكل ده. اغمق حاجة بتكون قريبة للفيل وبعد كده بيبتدي ان هو يبقى افتح يعني. تمام، ممكن اكبر الفرشة شوية وابتدي بقى اني امسح كده الاجزاء البعيدة. هاخد نفس الاكسبوجر لير دي، هدوس كنترول جي عليها وهدوس كنترول اي والت باك سبيس عشان امسح منها اللون. وبعد كده هعمل شادو تاني لصورة الشخص عن طريق نفس الفكرة، ولكن هنا الشادو بتاع الشخص يكون اغمق شوية. هو شادو بسيط وسوفت كده لان اصلا الاضاءة بتاعت الغروب ما بتبقاش هارش قوي يعني. ممكن باستخدام نفس اللير بتاعت الشادو دي هعمل الكونتاكت شادو بتاع الفيل، هغمق برضو الاجزاء اللي هي هنا. طبعا كنا شرحنا ازاي تعمل ظل احترافي بالتفصيل، فيديو كامل هسيبه لكم برضو في الديسكريبشن. ده الجزء الاول، ظبطنا الشادو بتاع الجزء ده. خلينا برضو نغمق بقى الاجزاء القريبة من الفريم بتاعي عن طريق ان انا هعمل ليفلز ادجستمنت، او خلينا في البرايتنس كونتراست، لان زي ما انتم عارفين كل ما بنبعد كل ما الكونتراست بيقل، فكل ما احنا قريبين كل ما الكونتراست عالي. فانا هزود الكونتراست كده واقلل البرايتنس وبعد كده ادوس كنترول اي عشان اعكس الماسك وابتدي بقى اني الون الاجزاء بس القريبه، هي دي اللي هتبقى تتلون معايا بالشكل ده كده. ممكن ان انا بقى اجي في الجزء بتاع الخلفيه ده ادي سنه تاثير الضباب عن طريق ان انا هعمل لير تانية وهعمل سكرين بلندنج مود بتاع اللير دي سكرين، وهختار الفوج براش دي هتلاقيها على موقع براش ايزي برضو، اكتب فوج براش هتلقى الفرشه دي. هاخد اللير بتاعتي دي هحطها بس من فوق الجزء ده هنا كده. تمام، وهبتدي اني الون كده، ولكن طبعا هقلل الفلو بتاع البراش بتاعتي فاكت كده بالشكل ده بس عشان اخد اخلي الاتموسفير من ورا كده اخد نفس درجة حرارة كده الشمس في الجزء من ورا. طبعا بعد كده همسح بقى بالماسك اجزاء تاني، ولكن انا هنا كنت عاوز بس الاجزاء دي تاخد درجة حرارة الشمس. هعمل ماسك وابتدي اني امسح بقى الاجزاء الزيادة، او ممكن ان انت بدل ما تعمل الكلام ده بفرشة ممكن ان انت تنزل فوج اوفرلاي صورة يعني وتعمل نفس اللي انا عملته ده. وبصوا قبل بعد قبل
بعد عندي layer overlay بتاعت الأشعة بتاعت الشمس. طيب كده أكبرها. ما هي تبقى تأثيرها خفيف ولكن بيدي شكل حلو جدا. أخلي البليندنج مود بتاعها سكرين. أدوس كنترول يو. أغير اللون بتاعها. أدوس colorize. وخلي اللون تقريبا برتقاني شوية. وأدوس أوكي. بعد كده هبتدي بإني بالماسك أمسح بقى بالأجزاء الخارجية. أعتقد هي كده مناسبة. وأقلل بس الفلو بتاع الساتوريشن بتاعي شوية. وكده تبقى تمام. نيجي بقى للإضاءة بتاعت الشمس على الفيل. دي مش هتكون هتاخد مننا مجهود كبير. كل اللي انا هعمله هعمل هيو ساتوريشن لير وادوس كولورايز. طبعا هعمل لها كليبنج ماسك. وهبتدي اني الون باللون ده. كنا افتحها شوية كده. وبعد كده ادوس كنترول اي. وابتدي اني الون بس كده في الحواف بتاعتي. طبعا لازم البليندنج مود بتاعي يكون سكرين. اجيب الفرشة السوفت ايجز. وابتدي ان انا الون بس كده في الحواف. ممكن احنا نمسح من جوه كده نخليها بس في الحواف. انا لما حطيت العناصر بالشكل ده الجزء اللي من تحت ده بتاع الفيل حسيت ان هو مظلم. وفكرت ان احنا ممكن بقى نعمل كونتراست حلو قوي ما بين الالوان الباردة والالوان الحارة. الصورة دلوقتي يغلب عليها الالوان الحارة. فاحنا لو ضفنا لون بارد في الجزء بتاع الفيل من هنا هيبتدي يبقى فيه كونتراست حلو. خلينا نشوف ازاي. هعمل هيو ساتوريشن لير وهعمل كولورايز وهبتدي ان انا اضيف اللون ده بيها زود الساتوريشن واللايتنس بتاعته. وده هيبقى مصدر الاضاءة الرئيسي في الفيل. طبعا هعمل له كليبنج ماسك وهدوس كنترول اي على الماسك ده. واجي بالبرش بتاعتي العادية هبتدي اني الون في الجزء بتاع الناب بتاع الفيل. طبعا ممكن ان انا ارسم الكلام ده بالبين تول ولكن انا ارسمه بالفرشة بشكل سريع كده. تمام. ده كده مصدر الاضاءة بتاع الجزء ده. ممكن كمان اعمل نفس الكلام ده بقى في العين ولكن هنا انا هشغل pressure sensitivity عشان ارسم لها شكل معين كده. دي الاجزاء اللي هتكون منورة. خلاص هنبتدي بقى نرمي الاضاءة بتاعتها على الاجزاء اللي حواليها. اول حاجة طبعا الاجزاء اللي في الفيل نفسه. فانا نفس الهيو ساتوريشن لير دي هدوس كنترول جي عليها كدوس عملها كليبك ماسك وكدوس كنترول اي الت باك سبيس كنترول اي عشان بس اخد يعني نسخة منها وبفضيها تاني. هبتدي اني اشيل طبعا البريشر سنستيفتي اقلل الفلو بتاع البرش وابتدي اني ارمي بقى الاضاءة بتاعتي المفروض تبقى عاملة ازاي. خليني اقول لكم برضو احنا شرحنا ازاي توزع الاضاءة بشكل احترافي في حلقة قبل كده وبرضو اتكلمنا عنها في الكورس. ولكن هنا بكل بساطة انا بشوف مصدر الاضاءة جاي منين وببتدي اني بحلل كده الشكل اللي عندي. والله ادي الجزء بتاع الفيل هنا ليه خرطوم. ممكن كمان ان انا استخدم هنا بليند اف ادوس دبل كليك وليها برضو فيديو كامل على التشانل. ابتدي اني اشيل من الاجزاء الغامقه كده بدوس الت وبفصل الكورسر بالشكل ده اديني واقعيه اكتر للجزء اللي انا بعمل له اضاءه. وابتدي اني ارسم بقى الشكل بتاعها. طبعا زي ما انا باكد دايما كل ما كان الجسم قريب لمصدر الاضاءه كل ما كانت قوة الإضاءة وانعكاسها عليه عالي. يعني الأجزاء القريبة كده بصوا المفروض تبقى الإضاءة عليها عالية. كل ما ببعد لتحت كل ما بيكون الإضاءة المفروض أمسح منها تبقى أهدى شوية. تمام. هعمل نفس الكلام ده بقى على بقية الأجزاء. تمام كده بعد ما وزعنا الإضاءة بصوا قبل وبعد قبل وبعد. دي محتاجة شوية تدريب منك كمهارة رسم تدريب ايدك يعني. بعد كده ممكن ان احنا انا حاسس ان الاضاءة نفسها المصدر نفسه حاسس ان هي العين مثلا هنا شارب قوي ممكن اجي على الماسك بتاع الهيو ساتوريشن وابتدي اني ازود الفيذرينج بتاعه. ازود كده دي زي اكنه تأثير جلو كده وفي نفس الوقت يكون شكله افضل يعني. هنبتدي بقى نرمي التأثير بتاع الاضاءة ده على صورة الشخص. فبكل بساطة هاجي لنفس اللير دي هدوس الت وشدها كده اللي هي الهيو ساتوريشن بتاعتنا اللي احنا عملنا بيها اضاءة الفيل من فوق
وهبتدي ان ادوس طبعا كنترول اي وابتدي اني ارمي كده اضاءة المفروض تبقى جاية من فوق على صورة الشخص. بس طبعا لازم نراعي توزيع الاضاءة يكون مظبوط. فبكل بساطة هبتدي بقى ان انا اصغر الفرشة كده ولون بقى في الاجزاء، مثلا الحواف من هنا، الشنطة من فوق المفروض يبقى عليها اضاءة، الكتف الجزء ده، وهكذا. ما ننزلش تحت لان الاجزاء اللي تحت دي مش مقابلة للضوء. عظيم. نفس الكلام برضو على الزرع، فهنيجي لنفس اللير ناخدها ونحطها على الجزء بتاع العشب. اجيب الفرشة العادية، ابتدي ان انا ابططها كده شوية، كبرها وابتدي ان الون في الجزء ده كده. شايفين بقى الكونتراست اللي انا بقول لكم عليه، الكونتراست ما بين الالوان الباردة اللي هي القريبة اللي احنا عملناها هنا وبين الالوان الحارة في الخلفية، ادى تدريجة الوان حلوة جدا. انا حاسس ان الجزء بتاع الفيل من تحت كده محتاج يتظبط شوية في السليكشن، فانا ممكن اجي بالسوفت ايدجز براش كده وامسح كده، اخليه فيدت شويه للشادو اللي انا عملته، وابتدي ان انا امسح منه شويه، احس ان هو هيبقى تقيل. طيب نيجي بقى دلوقتي لنقطه من اهم النقط، هي الجزء اللي من تحت ده احنا سايبينه من اول ما اشتغلنا عشان هنعمل له ميه زي ما انتم شفتوا في الصوره دي. فعشان اعمل انعكاس الميه الموضوع ابسط مما تتخيل. اعمل نيو لاير وهبتدي اني هخفي بس الجزء اللي في الخلفيه ده الاسود، وبعد كده هدمج كل اللايرز اللي عندي في اللاير الجديده دي. فهدوس كنترول الت شيفت اي عشان ادمج كل اللايرز اللي عندي في لاير واحده، بعد كده ادوس كنترول تي كليك يمين فليب فيرتيكال عشان اعمل التاثير بتاع الميه. فبكل بساطه الميه دي بتبقى عشان تعمل التاثير بتاعها بتعمله ازاي؟ بتعمل انعكاس للسطح اللي من فوق، تخليه نفس السطح بس من تحت. فده كل اللي احنا عملناه، سيبنا لها مكان من تحت كده، وهبتدي ان انا من هنا اصغر حجمها كده بالشكل ده، اعتقد مناسب. ممكن اغير مكانها شوية، طلعها فوق شوية براحتي. لو عملنا الشكل ده وجيت رحت عملت من فلتر، طبعا قبل ما اعمل اي تأثير هعملها convert to smart object عشان اي تأثير عندي ما يبوظش اللير. هاجي من فلتر وهاجي اعمل بلور وموشن بلور، وجيت عملت الموشن بلور من فوق لتحت كده وابتديت ان انا ازود شوية، هيديني الافكت بتاع المية كده، لان هي المية ببساطة عبارة عن سطح عاكس، ولكن حصل فيه شوية اضطراب اللي هو احنا بنعمله بالموشن بلور. وفي نفس الوقت الاوباستي بتاعتها المفروض تبقى اقل شويه. طبعا هنرجع نرجع اللير السودا بتاعتنا، الاوباستي بتاعتها المفروض تبقى اقل شويه، ولكن خلينا هنقللها بعدين بعد ما نعمل الخطوه الجايه. الخطوه اللي جايه هي اننا هنزود الاضطرابات اللي في الميه عن طريق ان انا هعمل فلتر وليكوفاي، وابتدي اني اصغر السايز بتاعي شويه كده، وهاجي في الاجزاء الواضحه شويه كده بالاول اداء، وابتدي اني ازق شوية كده من الناحية دي ومن الناحية دي، نفس الكلام اعمله بس مثلا بالعكس، وهكذا. ده الشكل اللي احنا بنشوفه في الماية. فبالتالي انت لو عملت الكلام ده على صورة، اذا الصورة دي انت هيتهيأ لك انها موجودة في ماية. خلاص، مهم بس ان احنا ما نعملش التأثير ده بشكل اوفر، لانه سهل جدا انك تعمله بشكل اوفر ويطلع مش شكل المية قوي يعني. بعد كده ادوس اوكي، وزي ما انتم شايفين بصوا الليكوفاي قبل وبعد. وبعد كده ممكن بقى ان احنا نبتدي ان احنا نقلل الاوباستي بتاعتي بالشكل ده، وابتدي ان اغمق الحواف بتاعتي عن طريق ان انا هغمق الجزء ده، هعمل كيرفس ادجستمنت لير وابتدي ان اغمق بس الجزء ده كده. بعد كده ادوس كنترول اي وبالبرش بتاعتي ابتدي اني اغمق الجزء ده كده. تمام. ممكن بعد كده بقى نجيب اللاير بتاعت المية مثلا، لاير بالشكل ده، ونحطها من فوق بالشكل ده كده، واغير البلندنج مود بتاعها. خليني بس اشيل امسح الجزء اللي من فوق ده، ادوس كنترول اي عشان اعكس الماسك، ابتدي ان انا احط اللاير بالشكل ده كده، واجي في البلندنج مود بتاعها خليه وليكن مثلا سكرين،
وبعد كده هدوس كنترول ال ابتدي ان انا اغمقها بالشكل ده كده وادوس كنترول يو اغير الالوان بتاعتها. اول حاجه اشيل الاوباستي قصدي الساتوريشن بعد كده اغير اللون بتاعها اخليه مثلا نفس الالوان البارده شويه بتاعتنا. وبعد كده هبتدي اني امسح بقى من اللاير دي اني امسح كده من الحواف بحيث ان يبقى فيه بس لسعات كده من الاضاءه على المية تكون بسيطة. عظيم جدا. يعني كده احنا بشكل كبير يعتبر خلصنا التصميم بتاعنا. كل بساطة هبتدي اني هعمل لير جديدة من فوق خالص وهدوس Alt Control Shift E نفس اللي عملناه قبل كده عشان ادمج كله في لير واحدة. كليك يمين Convert to Smart Object وابتدي بقى اني هاجي من فلتر وكاميرا رو فلتر عشان ابتدي اني اضيف شوية لمسات للالوان وعدل فيها. يعني ممكن مثلا ان انا اجل الكالر ميكسر ابتدي اني اقلل في الساتوريشن شوية بتاع الاحمر والبرتقاني اقلل سنة بس الساتوريشن بتاعهم وكمان ممكن الاخضر سنة وهاجي على الكالر جريدنج هبتدي ان انا اضيف في الشادوز لو سنة لون كده تكون ممكن مثلا ازرق شوية ماجنتا وفي الهايلايتس اضيف سنة لون احمر او برتقاني شوية اراعي ان انا ما زودش الهيو قصدي الساتوريشن عشان ما تتلسعش او ما تبصش مني. ممكن كمان ان انا اجي اعمل في الافكتس اجي اعمل اضيف شوية جرينز واعمل فينيتنج للحواف اللي هو اغمق الحواف شويه عشان يبقى التركيز على العنصر الاساسي بتاعي وازود كده اظبط الفينيتنج. وممكن اجي في البيزك اخلي التصميم شويه رايح للسنه للازرق وعلي الشادوز شويه فاها بالشكل ده. وكمان ممكن ان انا اعمل ديهيزنج شويه كده واقلل الكلاريتي انا عاوز التصميم شويه ما يبقاش شارب قوي. وبكده تقريبا يعني احنا كده خلصنا التصميم. بعد ما بخلص بدوس اوكي بصوا الافكت بتاع الكاميرا رو الالوان انا حاسس ان هي ظهرت وبقت اقوى شويه وبقت افضل يعني كده قبل وكده بعد. ممكن بقى ان احنا يعني اضافات للتصميم ان احنا مثلا الجزء ده مش عاجبني قوي فممكن ان احنا نجيب لير بتاعه الاعشاب دي ونبتدي ان احنا نضيفها مثلا ونعدل بقى في الالوان بتاعتها وهكذا بحيث ان هي تدمج لي الجزء ده. ممكن مثلا نعدل شوية في الاضاءات ولكن ده الشكل النهائي ودي العناصر الاساسية اللي انا اشتغلت عليها ودي الطريقة اللي انا عملت بها التصميم. وبكده نكون خلصنا التصميم بتاعنا. خليني بقى اقول لكم على الحاجة اللي انتم مستنينها لغاية اخر الحلقة وهي نتفرج مع بعض على افضل التصميمات اللي اتعملت على المسابقة دي على جروب نور ديزاينز. يلا بينا. طب يا شباب زي ما باكد دايما انا التصميمات هنا رتبتها بشكل تصاعدي من الاقل من وجهة نظري للاعلى. خلينا نبدا باول تصميم من مارك. التصميم هنا اكتر حاجة عجبتني فيه هو يعني انه فيه روح ارتستيك شوية ودمج العناصر الى حد ما معقول باستثناء بس السكيلينج كان محتاج يتظبط وكمان الروح بتاعة الالوان المفروض في الرسمة بتاعتي مش واضحة هنا قوي لكن عجبني الريم لايتس عجبني تركيب الفيل نفسه وظبط اللون بتاعه جميل الله ينور يا مارك. التصميم اللي بعده كان من ادم. اكتر حاجة عجبتني في التصميم ده انه انت تحس فيه سنة واقعية كبيرة في ظبط الالوان زي ما انتوا شايفين الفيل باين على انه سلويت كده مش باين من الشمس اللي وراه فالواقعية هنا اكتر حاجة عجبتني في التصميم ده والدمج والقص جميل وكمان الديبس اوف فيلد اللي معمول هنا النخلة المفروض ان هي قريبة فمعليها بلور شوية والاجزاء البعيدة معمول عليها بلور شوية كمان التراب في الاجزاء دي حسيت ان هو كده يعني الرسمة نفسها واقعية لحد كبير الله ينور يا ادم. التصميم اللي بعد كده من طلال. اكتر حاجة عجبتني فيه الفكرة بتاعته اوريجينال جدا ومش هتفهمها غير لما تفتح الصورة كده بشكل كبير وتركز فيها. الفكرة ان الطفل ده المفروض ان هو ده انا يعني
رسم الرسمة دي بناء على المشهد اللي هو شايفه، ان الفيل ودي الشمس الغروب ودي النخل اللي حواليه. فكرة بصراحة عبقرية جدا، والفيلم تركب بشكل حلو، الاضاءات مظبوطة الى حد كبير، وتحس ان هو السهل الممتنع. اكتر حاجة عجبتني في التصميم ده الفكرة بتاعته اوريجينال جدا، عاش جدا يا طلال. التصميم اللي بعد كده من احمد عبد القادر. طبعا هنا التصميم ده اكتر حاجة عجبتني فيه، الزبطة الالوان بتاعته حلوة، كمان زبطة العمق الى حد كبير يعني مظبوطة، وتدرجات الالوان الى حد كبير مظبوطة يعني. فالله ينور يا احمد. التصميم اللي بعد كده من محمد اوركيدا. جميل جدا في التصميم ده الكومبوزيشن، رسمة الكومبوزيشن كده تحس ان هي حلوة، تحس ان فيها حركة، وتحس ان انت في يعني في قصه كده معموله في الرسمه نفسها. فدي اكتر حاجه عجبتني في التصميم ده. طبعا الالوان بتاعته برضو حلوه، الكونتراست ما بين البرتقاني والازرق في الشادوز حلو. الفلتر اللي هو الاويل بينت من فوق كده ما عجبنيش قوي، فلو كنت شلته اعتقد كان هيبقى افضل، ولكن عموما شغل كويس جدا. نيجي بقى لاحسن تصميمين من وجهه نظري. التصميم رقم 2 من عبد العزيز. عبد العزيز يا جماعه في كل مسابقه تقريبا بيشارك، وفي كل مسابقه التصميم بتاعه بيطلع في احسن التصميمات. عاش جدا يا عبد العزيز والله. التصميم ده اكتر حاجه عجبتني فيه الروح بتاعته، والالوان جميله جدا ومظبوطه، الهايلايتس معموله بشكل حلو جدا انعكاسها على الزرع اللي على الارض، والالوان بتاعته الى حد كبير قريب من الالوان اللي انا بحبها يعني، فجميل جدا. وكمان هو ملتزم بالرسمه الاساسيه، فدي حاجة كويسة جدا ان انت تبقى محدود في حاجة بسيطة وتطلعها في شكل نهائي حلو. فالله ينور يا عبد العزيز. اللي خلاني افضل التصميم الاول بتاع زيد، انا قريت الكومنت بتاعك يا زيد، لان كل مرة انت بتقول لي زيد مش زياد. فالتصميم ده اللي خلاني افضله عن التصميم ده هو الفكرة بتاعته طبعا، وواضح جدا المجهود المبذول فيها، ولكن الفكرة نفسها اوريجينال شوية. هي اي نعم مش نفس فكرة التصميم، ولكن فكرته وتنفيذه كان مختلف يعني. هنا الجزء بتاع الفيل معمول كتمثال كده، دي ما اعتقدش ان هي سهلة، كمان الزلومة بتاعت الفيل مكسورة كده يعني. هو بشكل عام كده عجبني جدا تركيبه للعناصر والفكرة بتاعته، فعاش جدا يا زيد. وبس كده يا جماعة، دي كانت حلقة الاسبوع ده، اتمنى تكون فيها افادة ليكم. بفكركم مرة تانية، لو انت مهتم بتصميمات الاعلانات والسوشيال ميديا عن طريق الفوتو مانيبيوليشن، فالكورس بتاعي بقى متاح دلوقتي، تقدر ان انت تلقاه في اول لينك في الديسكريبشن، وفي رقم واتساب تقدر ان انت تتواصل معانا عليه عشان لو قابلتك اي مشاكل في الشراء وخلافه. وبس كده، لو عجب الفيديو متنساش تعمل لايك وتدوس سبسكرايب وتدوس على زرار الجرس، مشفتكش كل جديد، وان شاء الله في حلقات جايه قويه جدا. كان معاكم محمد علي، سلام.